لازم نعم اصحابي بالكلمه اللي هي نعم اصحابي بالمجموع واللي مش عامله ربي هذاك هو باش يصير. ياسين نعرفوك فاليور شويه في المنتخب لكن التوانسه يتسائلوا عندك مديده بعيد شويه اكثر بدنيا خاصه جاهز ياسين؟ ان شاء الله باذن الله واحد باش يكون حاضر. رجعنا نلعبوا في الماتشات مع الترجي وعندنا شويه ماتشات في ساقينا باش نحاولوا نخدموا على احنا وباذن الله من الكاس عالم نكون حاضر ان شاء الله. كيف تشوف حظوظنا في التأهل خاصة مجموعة صعيبة فيها منتخبات كبيرة كما فرنسا والدنمارك اللي ربحت فرنسا مؤخرا؟ أكيد مجموعة صعيبة حد ما ينكر شيء هذايا، مي طموحنا وأحلامنا باش نحطهم الكل وخدمتنا وتعبنا نتاع الأربع خمس سنين اللي تعداو باش نحطهم الكل في كأس العالم هذايا باش نحاولوا نمشيو للدور الثاني إن شاء الله. عندك الإكسبيريونس ياسين، لعبت في المونديال اللي فات مع ملاعبية كبار، لعبت أيضا في أولمبياكوس الشامبيونز ليغ، تعرف النيفو العالي، باش لازم تفيد المجموعة وخاصة الملاعبية الصغار. اكيد لازم نكون كونسونتري بالاضافه للبيت اللي توفى الماتشوات الكونسونتراسيون اللي تعمل ديفيرنس في الماتشوات هذوما الكبار دونك نسال الاولاد فما 8-9 جوات لعبت كوب دو موند قبل باش نحاولوا لو ماكسيموم نركزوا على كوب دو موند هذايا وان شاء الله نمشيو لبعيد ان شاء الله.